السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. رينو داستر موديل 2022 بعد التغييرات والتحديثات والحاجات اللي اتشالت والحاجات اللي اتحطت في العربية هنتعرف عليها النهاردة، وتحديدا الفئة الثالثة. هنتكلم على أبرز الاختلافات في التجهيزات ما بين الفئتين الأولى والثانية والثالثة اللي معانا النهاردة، وهنتكلم كمان على أبرز التغييرات اللي حصلت في العربية سواء بالإضافة أو بالحذف زي ما اتفقنا. فاصل صغير ونرجع نكمل. داستر 2022 طرحت في السوق المصري من خلال وكيل علامة رينو الفرنسية EIM بثلاث فئات زي ما كانت موجودة في 2021، مفيش اختلاف. لكن الاختلاف اللي حصل في سعر العربية، وتحديدا في الفئة الثانية والثالثة من العربية حصل عليهم تخفيض في موديل 2022 بقيمة 15000 جنيه عن موديل 2021، فبقى سعر العربية في الفئة الأولى 288000، وفي الفئة الثانية 303000، وفي الفئة الثالثة والأعلى تجهيزا اللي معانا النهاردة بسعر 333000 جنيه. لكن التغيير ده ما استمرش كتير، حصل تغيير تاني ولكن تغيير ما كانش لطيف قوي. حصل زيادة سعرية رسمية على العربية الأسبوع اللي فات بقيمة 10000 جنيه على كل فئة من فئات رينو داستر، فبقى سعر الفئة الأولى 298000، والفئة الثانية بقى سعرها 313000، والفئة الثالثة والأعلى تجهيزا بقى سعرها 343000 جنيه، ودي طبعا الأسعار الرسمية الخاصة بالعربية في السوق المصري. النهاردة معانا رينو داستر الفئة الثالثة تحديدا اللي هي الأعلى تجهيزا موديل 2022، هنتكلم عنها وعن أبرز الاختلافات اللي حصلت في التجهيزات، وهنبرز كمان أبرز الاختلافات ما بين الفئات الثلاثة في التجهيزات. رينو داستر بشكل عام تم طرحها على مستوى العالم في سنة 2010، وفي 2013 بعد 3 سنين من طرحها الرسمي حصل عليها فيس ليفت، وفي 2017 تم الكشف على الجيل الثاني من العربية اللي حصل فيه تغييرات شاملة وكاملة، وكمل معانا من 2017 لحد النهاردة في موديل 2022، ولكن طبعا في شكل مختلف وتجهيزات مختلفة تماما موجودة بره مصر، لكن عندنا في السوق المصري لازالت مستمرة تقريبا زي ما كانت في موديل 2021، مفيش تقريبا اي اختلافات، او الاختلافات اللي موجودة اختلافات في التجهيزات اختلافات بسيطة جدا هنتكلم عنها في الريفيو بتاعنا دلوقتي. يلا بينا نبتدي بمقدمة العربية. طيب زي ما احنا ملاحظين كده منظومة الإضاءة الأمامية في مقدمة العربية ما اختلفتش كتير، يمكن الاختلاف اللي ممكن تلاحظه حاجة بسيطة هو تقسيمة الإضاءة داخل الفانوس. في عندنا كده زي الشريطين موجودين من البيانو بلاك أو بلاستيك الأسود اللامع موجودين عند وحدة الإضاءة الخاصة بالإشارات الجانبية تحديدا جوه الفانوس، ما عدا ذلك تقريبا ما فيش أي اختلاف في الشكل الخارجي. كذلك منظومة الإضاءة لازالت زي ما هي في كل فئات الرينو داستر، بتيجي هالوجين بالكامل سواء الإضاءة الأمامية العالي أو الواطي أو إضاءة الإشارات الجانبية او حتى اضاءه الفوج لايت الاماميه. الاضاءه الوحيده اللي بتيجي ال دي هي اضاءه النهاريه الموجوده هنا اللي بتاخد شكل السي شيب زي ما احنا شايفين، ودي موجوده في الفئات الثلاثه للعربيه مفيش فيها اي اختلاف. نلاحظ كمان في مقدمه العربيه هنا تجهيز اضافي موجود في الفئه الثالثه مش موجود في الفئتين الاولى والثانيه، وهي الكاميرا الاماميه اللي موجود كمان معاها كاميرتين جانبيتين وكاميرا خلفيه علشان يدينا منظومه رؤيه 360 درجه حوالين العربيه، ولكن 360 درجه منفصله، بمعنى ان انت بتستخدم الكاميرا الاماميه لوحدها او الكاميرا الجانبيه اليمين لوحدها او الشمال لوحدها او الخلفيه لوحدها، يعني مفيش منظور 360 درجه حوالين العربيه بالمعنى الحرفي، ولكن زي ما قلت لكم اربع كاميرات موجوده هنا في الفئه الثالثه مش موجوده ولا في الفئه الاولى ولا في الفئه الثانيه. هنلاحظ كمان الديفيوزر الامامي اللي بياخد شكل مختلف، تقريبا نقدر نقول مفيش ديفيوزر امامي، مساحه تهويه كبيره جدا موجوده بتكمل معايا الجزء السفلي من العربيه من قدام. هنلاحظ كمان الاصطدام الامامي واخد شكل غير تقليدي، عندنا الشفه اللي موجوده هنا بتاخد لون رصاصي، بقيه الاكسدام بياخد ميكس ما بين اللون العربيه اللي هو اللون الازرق والجزء اللي هو حوالين الفوج لايت بيبقى عامل زي فريم كده من اللون الاسود المط. في كمان تصفيح كامل اسفل المحرك، ودي برضو احد الحاجات الموجوده في العربيه او نقاط القوه اللي بتميز العربيه عن غيرها من فئاتها في السوق المصري. طيب تطعيمات الكروم موجوده كمان على الشبكه الاماميه، دي موجوده في الفئه الثانيه والثالثه مش موجوده في الفئه الاولى، لكن شكل الشبكه بشكل عام ما اختلفش ومفيش اي تغيير تقريبا في تصميم العربيه
من قدام. ده كده سريعا ما يتعلق بالعربية من قدام. تعالوا بقى ندخل على منظومة الحركة في العربية ونتعرف عليها، يلا بينا. طيب منظومة الحركة في رينو داستر 2022، فاحنا زي ما احنا مفيش اي اختلاف حصل ما بين 2021 و2022 فيما يتعلق بمنظومة الحركة، ولكن عندنا مثلا اثنين مساعدين لرفع الكبوت وده ما بيحصلش كتير. عندنا كمان عزل موجود في بطن الكبوت وان كان الماتيريال بتاعته مش احسن حاجة ولكن كويس انه موجود. عندنا كمان تصفيح كامل اسفل المحرك وده برضو من ضمن الحاجات الكويسة جدا في العربية. طيب منظومة الحركة مكونة من محرك بسعة 1.6 لتر او 1600 سي سي بتنفس طبيعي طبعا، متوصل على نقل الحركه CVT او متغير مستمر. المنظومه دي كلها بتطلع قوه حصانيه 115 حصان وعزم 154 نيوتن متر عند 4000 لفه، يعني بيطلع في المتاخر شويه ولذلك العربيه مش مطلوب منها اي تسارع. التسارع بتاع العربيه من 0 ل 100 بيكون في حوالي 10 ثواني وشويه او 10 ثواني و9 من 10 تقريبا 11 ثانيه، وطبعا ده رقم كبير، ولكن زي ما قلت لكم العربيه مش مطلوب منها الاداء الرياضي بقدر ما مطلوب منها الاقتصاديه في الاستهلاك، وكذلك كمان هي عربيه عائليه في المقام الاول مش عربية تسابق او عربية تسارع او كده. معدل استهلاك البنزين في العربية يعتبر برضو مناسب جدا وكويس جدا للمستوى الاقتصادي بتاعنا، يعني تقريبا بنتكلم في 7.2 لتر كل 100 كيلو العربية بتمشيهم سواء جوه او بره المدينة، وده طبعا يعني رقم يعتبر كويس جدا. وطبعا زي ما اتفقنا CVT بيوفر بنزين مع محرك بتنفس طبيعي برضو بيوفر معاك بنزين، فيعني المنظومة بشكل عام منظومة اقتصادية بشكل اساسي. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومة الحركة في رينو داستر 2022 واللي قلنا ان هي ما اختلفتش عن موديل 2021. تعالوا بقى نتنقل لي جنب العربية. طيب في جنب العربية هنا عندنا شوية اوبشنز لطيفة، وعندنا كمان اختلافات ما بين الفئة الاولى والتانية والتالتة، وعندنا كمان اختلافات ما بين 2021 و2022. مبدئيا كده الجنط، الجنط هنا مقاسه 17 انش في الفئة التالتة. في الفئة الاولى من 2022 بقى فيه جنط الومنيوم توتون زي ما احنا شايفينه كده، ولكن بقى مقاسه 16 انش. في 2021 كان جنط حديد مع طاسة، لكن دلوقتي عندنا الجنط بقى في الثلاث فئات بيبقى جنط الومنيوم توتون ونقشة مختلفة كمان، نقشة رياضية شكلها ظريف جدا. هنا الجنط في الفئة التالتة في 2022 مقاسه 17 انش وبروفايل الكاوتش 215/60. هنلاحظ كمان المرايات الجانبيه هنا في الفئه الثالثه لونها بيبقى مختلف عن لون العربيه وبيبقى فيها بلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء، ده بيميز الفئه الثالثه عن الفئتين الاولى والثانيه في موديل 2022. وكذلك طبعا الكاميرا الخلفيه او الكاميرا الجانبيه اللي موجوده هنا على اليمين وعلى الشمال زي ما اتفقنا احنا بنتكلم في مقدمه العربيه. من ضمن اللمسات اللطيفه والجماليه في العربيه هو الجزء ده اللي بيديك احساس ان العربيه ممكن تدخل اوف رود، فعاده يعني في العربيات الاوف رود بيبقى عندنا ده اكستنشن موجود كده علشان التنفس بتاع الموتور، بيبقى اكستنشن اضافي للتنفس، لكن طبعا هنا مفيش فتحات تهويه حقيقيه ولا هنا في الجزء ده بتبقى فيك شكلها فيك، ولكن بتدي منظر كمان للعربيه اوف رود زي ما موجود كمان في الاكسدام الامامي. هنلاحظ كمان ان الاشارات الجانبيه مثبته على الجزء ده مش موجوده في المرايات الجانبيه. المرايات الجانبيه بالمناسبه قابله للطي يدويا بالشكل ده في الفئات الثلاثه، مفيش اي فئه من فئات الداستر بتنزل بطي كهربائي او اوتوماتيكي، الطي في المرايات الثلاثه او في الفئات الثلاثه بيكون طي يدوي زي ما احنا شايفين، ولكن الضبط بتاعها بيكون كهربائي من جوه العربيه، وزي ما قلت لكم في بلايند سبوت ديتكشن. بالنسبه للدخول للعربيه فالدخول بدون استخدام المفتاح، ولكن ما عنديش التاتش الموجود هنا، يعني مفيش كيلس انتري، ولكن انت بمجرد ما بتقرب من العربيه العربيه بتفتح، بمجرد ما بتبعد عن العربيه العربيه بتقفل، وطبعا عندنا مكان للمفتاح التقليدي اللي موجود هنا لكن ما عنديش بصمه زي ما اتفقنا، وفي طبعا زرار ستارت ستوب انجن او نظام تشغيل وايقاف المحرك من جوه العربيه. طيب عندنا كمان الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في الجنب ده بيكمل معايا كده زي عتب موجود اسفل الابواب لحمايه الباب والجزء السفلي من العربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، حمايه كمان شكلها لطيف ومنمق ومنظم. الاحظ كمان قفله الباب صوتها كمان بيديك احساس بالعزل المناسب للعربيه او العزل القوي في العربيه، اعتقد انه حصل فيه تعديل، انا ما اعرفش بالظبط هل حصل تعديل ولا لا، ولكن انا حاسس بفرق في قفله الباب عن موديل 2021. طيب عندنا كمان الروف لاكس اللي موجوده هنا موجوده في الفئات الثلاثه، كلمه داستر المكتوبه على الروف لاكس. الروف لاكس نفسها بتيجي من الالومنيوم ولكن الجنبين بتوعها اللي قدام واللي ورا بيبقوا من البلاستيك. الاحظ كمان الازاز الخلفي بيجي فامي، والفاصل ما بين الازازين الامامي والخلفي بيكون من البلاستيك مط، والازاز الجزء ده كمان من الازاز بيبقى فاميه نفس الحكايه. طيب ارتفاع العربيه يعني افضل ارتفاع مناسب، معرفش الرقم بالظبط كام، ولكن ارتفاع مناسب جدا للطرق والاماكن اللي بتبقى مكسره او المطبات بتاعتنا بشكل عام. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه واهم التجهيزات اللي موجوده فيه واهم الفروق ما بين الفئتين الاولى والثانيه والفئه الثالثه اللي معانا النهارده و2021 كمان. تعالوا بقى نتنقل لظهر العربيه.
ندخل بقى على ظهر العربية. عندنا هنا تغيير مهم جدا حصل في موديل 2022 وتحديدا في الفئة الأولى من العربية. في 2021 ما كانش فيه سنسور ركن خلفية في الفئة الأولى، لكن في الفئة الأولى في 2022 بقى فيه سنسور ركن خلفية، في الفئة الثانية بقى فيه كاميرا خلفية، فبالتالي في الفئة الثالثة هنا بقى عندنا كاميرا خلفية وسنسور ركن خلفية، لكن كمان الكاميرا الخلفية دي مزودة بكاميرتين جانبيتين وكاميرا أمامية عشان يديك منظومة رؤية 360 درجة هنا في الفئة الثالثة. مع ذلك مفيش أي تغييرات مختلفة حصلت في ظهر العربية هنا في موديل 2022 عن موديل 2021. طيب الإزاز الخلفي بيجي فاميه جواه سخانات عشان الشبورة والضباب، عندنا سبويلر خلفي موجود هنا صغير شكله إلى حد ما شيك مقبول، ومساحات خلفية مع الكاميرا الخلفية زي ما اتفقنا الموجودة هنا، وحساسات الركن الخلفية اللي موجودة على طول الاكسدام الخلفي اللي بيجي طبعا لونين أو ثلاث ألوان كمان، اللون الأزرق بتاع العربية مع لون رصاصي موجود هنا، وتحت كده موجود عندنا زي حاجة زي الديفيوزر كده بتبقى موجودة باللون الأسود المط. طيب علامة داستر الموجودة هنا من الكروم وعلامة رينو اللي موجودة أعلى منها. الشنطة بتفتح بشكل يدوي تقليدي عادي مفيش فيها أي مشكلة، وبتفتح كمان من خلال الريموت كنترول بتاع العربية. مساحة الشنطة 445 لتر مستغلة بشكل كامل. من ضمن الأوبشنز الظريفة اللي موجودة هنا في شنطة العربية إنه الاستبن بتاع العربية مش موجود هنا، مش موجود في تحت البتاع، لا موجود تحت العربيه، مش موجود تحت الارضيه، موجود تحت العربيه تماما، ودي برضه من ضمن الاوبشنز الظريفه اللي بتديك مساحه تحميل كامله ووافيه مفيش فيها اي هدر. هنلاحظ كمان انه ما عنديش مساحات تخزين جانبيه، وده برضه من ضمن الحاجات الكويسه لان بتخلي مساحه الشنطه بالعرض بتبقى كويسه. عندنا كمان مساحه اضافيه موجوده هنا ممكن تستغلها كرف وممكن تستغلها كمان ككفر، ولكن انك تتخلص منها موضوع مش سهل قوي، هحاول اشيلها معاك وكده ونشوف. يعني هي بتيجي على جزئين، في جزء اللي بيتني من الجزء ده، وبعد كده في جزء ورا ما بيتنيش بيبقى ثابت. الجزء الثابت ده بيحتاج يعني ايه شويه خبط كده شويه علشان تعرف تشيله، ولكن بيتشال بالشكل ده كده انا تخلصت منه تماما، وممكن بقى بعد كده تبقى عندي مساحه الدخول في الشنطه مساحه كبيره جدا او مستغله بشكل كامل. يعيبها حاجه بسيطه جدا وهو شفه التحميل اللي تبقى مرتفعه شويه، بتبقى حوالي 10 سم شفه التحميل، ممكن تضايقك شويه في عمليه التحميل، ولكن مساحه الدخول بشكل عام مساحه كويسه جدا. عندي مساحه او مدخل 12 فولت موجود هنا في الجزء البلاستيك اعلى باب الشنطه، موجود هنا فتحه 12 فولت مع هوكس لتثبيت الاحبال موجوده هنا في الجنب، وموجوده كمان في الارضيه بتاعه الشنطه. طبعا الكنبه الخلفيه قابله للطي كمان 40 60 عشان تزود مساحه الشنطه لو انت محتاج، ولكن للاسف الارضيه الناتجه عن طي الكنبه الخلفيه بتكون مرتفعه شويه عن الارضيه الاصليه بتاعه الشنطه، فيعني ايه هتحس شويه ان في دروب في عمليه التحميل، ولكن بشكل عام بتزود مساحه الشنطه اكتر من 445 لتر. ده كده سريعا ما يتعلق بالجزء الخلفي من رينو داستر. تعالوا بقى نركب في الكنبه الخلفيه وندخل بقى جوه مقصوره الركاب ونتعرف على التجهيزات اللي اضيفت في 2022 والتجهيزات اللي اتشالت من 2022، لان في تجهيزات اتشالت للأسف هنا في الفئة الثالثة. تعالوا بقى ندخل ونتكلم أكتر عن مقصورة الركاب في داستر 2022، يلا بينا. طيب أبرز تغيير حصل في مقصورة الداخلية للركاب هنا في الفئة الثالثة في موديل 2022 هو أنه الجلد اتشال من العربية تماما اللي موجود في الفرش، وبقى الفرش بتاع العربية بالكامل من القماش. الاول كان بيبقى نص فرش نص جلد ونص قماش في الفرش، لكن دلوقتي بقى عندنا الفرش بالكامل بقى من القماش في الفئات الثلاثه، مفيش فيه اي اختلاف. دي يمكن سلبيه عند بعض الناس وايجابيه عند بعض الناس، لان في ناس ما بتحبش الجلد في العربيه، ودي طبعا احد الحاجات اللي اتشالت، لكن في المقابل تم اضافه فتحات تكييف خلفيه موجوده هنا في الفئه الثانيه وفي الفئه الثالثه كمان في العربيه. مساند الراس بتضايق جدا وانت قاعد، وخاصه لو كنت في طولي، فمحتاج تظبطها قبل ما تقعد بالشكل ده علشان تبقى قاعد مستريح الى حد ما. طبعا الكنبه تصميمها عادي تقليدي مفيش فيه اي اوبشنز، يعني مش 3D مثلا او اي حاجه، ولكن بتأدي الغرض بشكل كبير. طبعا ما عنديش مسند ايد خلفي، ولكن زي ما اتفقنا عندنا الكنبه الخلفيه بتبقى قابله للطي 40 60 بالشكل ده علشان تزود مساحه الشنطه. النفق الفتيس مش مرتفع للدرجه، ومرتفع ولكن مش مرتفع للدرجه، لكن الشخص اللي يقعد في المنتصف هيحتاج ان هو يبقى يخلي ايد رجل يمين ورجل شمال علشان يقدر يقعد مستريح في النص هنا، ولكن برده ممكن يحط رجله على نفق الفتيس مش هيحس باي مشكله. طيب بالنسبه للمساحات بقى عندنا طبعا انا ظبطت كرسي
كرسي السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي، كرسي السائق نفسه واخد كيرف عند الظهر من هنا عشان يديك مساحه ركبه كويسه. مساحه الركبه هنا يعني حوالي 70 تقريبا، وارتفاع الكرسي عن الارض ارتفاع مناسب جدا وقابل للضبط يدويا هنا لكرسي السائق للارتفاع او الانخفاض بتاعه. بالنسبه للباب فهو بالكامل بيجي من البلاستيك، مفيش فيه اي تطعيمات من الجلد، الباب بالكامل حتى وحده التحكم، مسند الكوع، مقابض الابواب، الجزء ده كمان كل ده بيجي من البلاستيك، مفيش فيه اي تطعيمات ولا من القماش ولا من الجلد. مساحات الزجاج الخلفيه موجوده هنا بتبقى مساحه لطيفه معقوله جدا. المثلث اللي موجود هنا زي ما قلت لكم ما بيبقاش ازاز، بيبقى مصمط مقفول، من بره بيبقى من بلاستيك ومن جوه بيبقى من الصاج بنفس لون العربيه. الازاز طبعا الخلفي بيبقى ازاز كهرباء اكيد، وفتحات التكييف الخلفيه مفيش حاجه تانية ممكن نتكلم عنها. الظهر العربيه هنا، تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم على التفاصيل المتعلقه بتجهيزات السلامه والامان والانفوتينمنت سيستم في العربيه اخبارهم ايه. يلا بينا. طيب وصلنا للكونسول الامامي من رينو داستر 2022 الفئه الثالثه. مبدئيا بعض التغييرات اللي موجوده في الكونسول الامامي بسيطه جدا هنا في الفئه الثالثه تحديدا. اولها مسند الايد اللي انا ساند ايدي عليه ده، واللي هو يعتبر تقريبا القطعه الوحيده بعد عجله القياده اللي بتيجي من الجلد، يعني عجله القياده ومسند الايد بس هما الحاجتين الوحيدين اللي بيجوا من الجلد في العربيه. طبعا مسند الايد ده كان اضافه لانه في الفئه الثالثه من 2021 من رينو داستر ما كانش عندنا مسند ايد امامي. ما عدا ذلك ما فيش اي تغييرات داخليه حصلت في الجزء الخاص بالكونسول الامامي في العربيه. طيب ايه اللي موجود، ايه الاوبشنز اللي موجوده؟ مبدئيا الشاشه هنا حجمها بقى اكبر، بقى 8 بدل 7 بوصه، كانت موجوده طبعا في 2021، في 2022 اضيفت كمان، بقت اضافه موجوده في الفئه الثانيه، يعني الفئه الثانيه بقى فيها شاشه 8 بوصه بدل 7 بوصه، وطبعا كملت معايا هنا في الفئه الثالثه. الاوبشنز الموجوده في الشاشه مش كتيره، يعني ما فيش فيها مثلا ابل كار بلاي واندرويد اوتو، لكن موجود فيها مثلا عندنا نافيجيشن سيستم. خلينا نقفل كده الصوت مبدئيا. في عندنا نافيجيشن سيستم، ما عرفتش الصراحه بيشتغل ازاي، هل بتقبل ابل كار بلاي واندرويد اوتو ولا لا؟ مش شايف ده لانه مفيش عندي كونكشن موجود، يعني مكتوب هنا سمارت فون انتجريشن، لما تيجي تضغط عليه بيقول لك استخدام البلوتوث فقط، فما فهمتش الصراحه اذا كان فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو ولا لا، فلسه هنحتاجين نجربها. لكن عندنا فتحه يو اس بي وعندنا فتحه 12 فولت اماميه موجوده. طبعا الاوبشنز الموجوده فيه اوبشنز بسيطه جدا، مفيش فيها اي تعقيدات واستخدامها كمان سهل، السنسيتيفيتي بتاعتها مش احسن حاجه، وكذلك الريزوليوشن الخاص بالكاميرات الموجوده في العربيه، يعني ممكن من خلال دوسة زرار صغيرة موجودة هنا بالشكل ده. خلينا ندور العربية الأول. طبعا احنا عندنا زرار ستارت ستوب انجن موجود هنا في الفئة الثالثة، لو دوسنا على الزرار الخاص بالكاميرات، زرار الكاميرا اللي موجود هنا هيديك الكاميرات الأربعة زي ما احنا شايفين. الريزوليوشن مش أحسن حاجة في الكاميرات ولكن بيؤدي الغرض، بيديك الأوبجكت الموجود ورا بالظبط. طبعا عندنا زي ما قلنا كاميرا أمامية، الكاميرا الخلفية، والكاميرا اليمين والكاميرا الشمال، لكن مفيش أوبشن يخليهم الأربعة يشتغلوا مع بعض عشان يديك الرؤية الكاملة العربية او الرؤية المحيطية زي ما بنقول حوالين العربية. دي كده الكاميرات مفيش فيها اي اوبشنز تانية ممكن تضاف. طيب بالنسبة للتحكم في الانفوتيمنت سيستم في العربية هنا زي ما انتم شايفين السنسيتيفيتي بتاع الشاشة مش يعني ايه مش احسن حاجة، استجابته شوية بطيئة. طب انا خلاص يعني خلاص يعني لازم ادوس على الزرار نفسه؟ ماشي اوكي حاضر، دوسنا على الزرار نفسه. الراديو بيشتغل على طول، يعني اول ما تدور على العربيه تلاقي الراديو اشتغل، لازم تعمل له ميوت، هتخرج وتدخل تلاقي الراديو اشتغل كده، يعني فايه الراديو بيبقى شغال معاك على طول الخط. ما عندناش اوبشنز كتيره موجوده في الانفوتيم سيستم بتاع العربيه. طبعا الزرار الخاص او الشورت كات الخاص بالكاميرات، الشورت كات الخاص بقفل سنسور الركن الخلفيه او فتحها، والسنتر لوك بتاع العربيه، والانتظار، وكمان مود القياده الوحيد اللي موجود في العربيه اللي هو الايكو. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ البكر والازرار الخاصه بالتكييف، شكلها شيك ومميز عن الفئات الثانيه والاولى في داستر، ولكن بيجي هنا اوتوماتيك في الفئه الثانيه كمان بقى اوتوماتيك، ما كانش في 2021 اوتوماتيك، بقى اوتوماتيك في الفئه الثانيه، وهنا كمان في الفئه الثالثه بقى اوتوماتيك. وطبعا زي ما اتفقنا فتحه التكييف الخلفيه اللي موجوده هنا مع مساحه تخزين صغيره موجوده، وفتحه يو اس بي، فتحه 12 فولت، وعصايه نقل الحركه اللي بتيجي برده من البلاستيك سواء هي نفسها او حتى الكونسول الوسطي بالكامل بيجي من البلاستيك، وكذلك فرامل الايد اليدويه اللي موجوده هنا مع تطعيمات من البلاستيك الرصاصي موجود هنا، واخده تشبيحه الالمنيوم، فبتديك احساس بانه في عنصر مختلف موجود في الطابلو اللي قدام. طبعا من قدام هنا عندنا ده بلاستيك
زي ما احنا شايفين كل ده بلاستيك. هنا وحده تخزين صغيره موجوده عند الجلافز بوكس، لكن عندنا برده جلافز بوكس موجود هنا برده بيجي من جوه من البلاستيك، ولكن طبعا بياخد عمق كويس، وجواه هتلاقوا الاريال الصغير بتاع العربيه، طبعا اريال عادي مش انتنه زعنفه قرش ولا حاجه. بالنسبه لانظمه السلامه والامان في العربيه فبتكون كالاتي: 4 اير باج موجودين بالاضافه لكل انظمه الاتزان والفرامل اللي نعرفها، الاي بي اس والاي بي دي والتراكشن كنترول والاي اس بي. عندنا كمان نظام نقاط الكشف، نقاط كشف النقاط العمياء اللي موجود هنا في المرايتين اليمين والشمال، ده اوبشن موجود في الفئه الثالثه مش موجود في الفئه الاولى ولا الثانيه. برده كمان عندنا وحده التحكم في الانفوتيمنت سيستم، هو عباره عن دراع موجود هنا من خلاله بقدر اتحكم في ارتفاع مستوى الصوت، ارتفاع او انخفاض مستوى الصوت، واقدر اغير من المود بتاع الراديو او اقلب لو حاجه ثانيه موجوده متوصله، واقدر افتح واقفل المكالمه واعمل ميوت من خلال الازرار اللي موجوده هنا. وطبعا فوق منه في دراع خاص بالمساحات، وعلى الشمال موجود دراع الخاص بالاضاءه، ومفيش حاجه بقى تحت منه. في تحت بقى قدام بقى على عجله القياده عندنا مجموعه من الاوبشنز، منها مثلا سهمين بيطلع وينزل دول التحكم في الشاشه الوسطيه اللي بتيجي 3.5 انش موجوده هنا وسط شاشه العدادات او منطقه العدادات. العدادات بتيجي انالوج بالمناسبه، عداد السرعه انالوج، وعداد الار بي ام كمان بيكون انالوج، لكن مؤشر الحراره ومؤشر البنزين الاثنين بييجوا ديجيتال جوه شاشه ال 3.5 اللي احنا اتعرفنا عليها. ومن خلال الازرار اللي موجوده هنا بقدر اقلب المنيو اللي موجوده في الشاشه، وطبعا عندي زرار خاص بالفويس كوماند او الاوامر الصوتيه. على شمالك هنا موجود الكروس كنترول او مثبت السرعه اللي موجود في العربيه، واللي اضيف كاوبشن موجود في الفئه الاولى دلوقتي في 2022، ما كانش موجود في 2021، دلوقتي بقى موجود في 2022 مثبت سرعه في الفئه الاولى كمان. وطبعا عندنا زرار على شمالك هنا الخاص بقفل وفتح البلايند سبوت ديتكشن، وفوق منه في البكره الخاصه بالتحكم في اتجاه المرايات الجانبيه يمين وشمال، وطبعا غير قابله للضم ولا كهربائيا ولا اوتوماتيكيا في الفئات الثلاثه لرينو داستر. المقبض بتاع الباب بيجي من البلاستيك، ولكن الكوع ودي مفاجاه بالنسبه لي، يبقى كده عندك ثلاث قطع بيجوا من الجلد: عجله القياده، مسند الايد، وكمان مسند الكوع اللي موجود في الباب سواء الباب بتاع السائق او باب الراكب الامامي بيجي من الجلد كمان، مع وحده التحكم في الازاز الاربعه وقفل التحكم في الازاز. لكن بقيه الباب بيجي كمان من البلاستيك زي ما احنا شايفين بالشكل ده، كله بيجي من البلاستيك مع مساحات تخزين معقوله الى حد ما. طيب عجله القياده قابله للضبط في 4 اتجاهات، فوق وتحت وقدام وورا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وكرسي السائق وكرسي الراكب الامامي الاثنين برده قابلين للتعديل، ولكن يدويا في الفئات الثلاثه مفيش فيها اي اختلاف. بيميز كرسي السائق اللي موجود هنا في الفئه الثالثه ان انت ممكن تظبط الارتفاع بتاعه ولكن يدويا زي ما اتفقنا. عندنا مقبض موجود هنا ممكن اظبط الارتفاع بالشكل ده او انزله بالشكل ده، ولكن طبعا الوصول لمقبض الارتفاع وانت قافل الباب بيبقى وصول ليه صعب شويه. وعندنا طبعا الجزء الخاص ببكره كده صغيره موجوده هنا علشان اقدر اتحكم من خلالها في ارتفاع عدسه الاضاءه الاماميه، بكره موجوده تحت في الجزء السفلي من هنا. فتحات التكييف بتاخد شكل مستطيل مع تطعيمات من البلاستيك الرصاصي اللامع حواليها علشان تدي منظر كمان مختلف لمنظر التابلو من قدام. هنلاحظ كمان المرايات الخلفيه هنا بتبقى اوتو دامينج، مش اوتو دامينج عفوا، بتبقى التعتيم بتاعها تعتيم يدوي زي ما احنا شايفين. وما عنديش كونسول علوي موجود هنا، ولا مكان للنظارات ولا مكان للتخزين ولا فتحه سقف كمان موجوده، ولكن عندي وحده اضاءه موجوده خلفيه وحده اضاءه كمان اماميه بتيجي الاضاءه بتاعتها سوفت او ناعمه شويه. الشماسات اللي موجوده هنا بتبقى شماسه عاديه ما فيش فيها وحده اضاءه، بتبقى شماسه مع مرايه موجوده جواها، وكذلك طبعا الجزء الخاص بيه هنا الجزء الراكب الامامي، ولكن طبعا المرايه بتبقى هنا مكشوفه، لكن هنا بتبقى مرايه بكفر زي ما احنا شايفين كده بالنسبه للسائق. طيب بس ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي في رينو داستر 2022 وتحديدا الفئه الثالثه. بشكركم جدا على متابعتكم، ان شاء الله نشوفكم في ريفيو جديد وعربيه جديده، وان شاء الله مقارنات كمان وكمان، لان عندنا الفتره اللي جايه عربيات كتير هتنزل في السوق المصري في 2022، هنعمل لها مقارنات ما بين موديلات 2021 و2022، وهنعمل لها كمان مقارنات ما بين عربيات مختلفه في 2022. فاستنوا ان شاء الله في فيديوهات كتير جايه على قناتنا على اليوتيوب مجله عالم السيارات. اشوفكم على خير، مع السلامه.